عليكم. أنا دكتور ثائر جاسم، اختصاصي جراحة عامة في مستشفى البصرة العام. كنا في ضيافة المؤسسة الأمريكية للجراحة التجميلية، والحمد لله والشكر ابتداء من استقبالنا بالمطار واستقبالنا في الفندق كان الاستقبال فظيع وما شاء الله، بحيث انه ارتحينا راحات عامه. اما من ناحيه الكورسات كانت كورسات كافيه ووافيه، بحيث انه كانت محاضرات نظريه وهناك دخلنا عمليات وكنا على الهاند اون وشفنا احدث الاجهزه وما موجود في عمليات شفط الدهون، والحمد لله والشكر. كانت بصراحه واحده من سفرات حياتنا الجميله من الناحيه العلميه ومن الناحيه النزهه والفرجه. شكرا شكرا.